بيعنا بودكاست. يسعد اوقاتكم مشاهدين ومستمعين انفوجرات بالنمسا او بكل مكان مع حلقه جديده من بودكاستنا الفني ليالي فيينا من فيينا. في حلقتنا اليوم فنان وممثل سوري تميز بخفه دمه مثل ما تميز بتقديم دون الدراما. اعماله كثيره وعالان ببالنا، فنان خفيف الظل جميل الحضور. رحب بضيفنا الفنان الاستاذ مازن عباس. اهلا وسهلا استاذ مازن، مشرفنا حبيبي. شكرا شكرا على المقدمه الرائعه. يسعد قلبك يا استاذ. لا طبعا استاذ مازن، انت ما شاء الله عندك تاريخ كتير حلو، وبدايه نبلش من التاريخ بس نبلش باخر صفحه فيه، هالموسم الرمضاني الحالي. استاذ انت اعتقد انت مشارك بنظره حب للاستاذ حسام علي، صحح لي اذا انا حسام علي. لا مزبوط، هذا مسلسل مصري، المخرج الاستاذ حسام العلي هو مخرج مصري عنده اعمال كبيره. استاذ تصدر السنة لعمل لبناني سوري مشترك، كنت مشارك معه. طبعا عملت مسلسل تاني كمان مع مخرج مصري يعني بالمصادفة طبعا، واسمه ذهب غالي. هذا بحبه كثير كمان المسلسل، بس تم رد بهذا الرمضان يعني تأجل شوي، أو ممكن نشوفه للسيزن التاني. أستاذ فيك تحدثت شوي عن كاركترك بنظرة حب عن شخصيتك؟ يعني هو دائما هذا الجدال او يعني الاشكاليه يعني الموضوع الجديد حول مساله وجود السوريين في لبنان و يعني تعاطي اللبنانيين معهم او السوريين مع بعضهم، يعني عشان صار واقع ملموس. فهو يعني مجموعه سوريين بيسافروا لهذا الحي، البطل هو باسل الخياط يعني بيساعده كثير وكذا، وبالتالي هو جاء بيساعده كثير وبيفني بأكثر مما عنده، يعني شخص وفي جدا. طبعا أنا ما قدرت أكون غير إنه شخص مثل ما بيقولوا زهراوي، يعني طار كوميدي بيفني للآخر يعني لهذا لبحر، وبيقع بقصة حب هيك مع واحدة تكبره سنا، بيطلع في شيء من الكوميديا وشيء من الإنسانية عالي شوي. هذا هيك باختصار. حلو. طبعا استاذ مازن حضرتك تميزت كثير، طبعا انت بذاكرتنا انت عايش كفنان كوميدي طبعا غير لون الدراما، وفي عندك ادوار لهلا على الان ببالده يعني، وكاركترات مثلا يعني ابتداء من اذا بدنا نرجع كم سنه لورا هيك شوي، ابتداء يمكن من شخصيه ابو الحروف اللي لهلا عايشه، ما بعرف اذا لساتها بالضبط لساتها مأثرة عليك انت بشكل شخصي، الناس ممكن بتنادي لك بهي الشخصيه. سيدي ابو الحروف يعني ابو الحروف يعني بصراع انا وياه لهذا هي الشخصيه، لانه الحقيقه يعني الممثل من حيث المبدا بيحب يدمر الشخصيات ويقتلهم للشخصيات ويلعب شخصيات جديده يعني، والا بحس حاله بينه وبين نفسه الممثل انه هو مقصر شوي. اميه ابو الحروف فهي يعني تطاردني مثل خيالي، حتى لو عملت وانا فيني ادعي انه يعني انا في مسيرتي يعني اعمال او شخصيات جيده بيحفظوه 10 أيام بيرجعوا لأبو الحروف، حتى كاد أن يصير اسمي أبو الحروف يعني أي حقيقة سنة يعني يعني هل هن صناع تفضل. لا هذيك السنة أنا سويت دور هيك مميز الحمد لله بمسلسل الزند، صحيح، شخصية شريرة يعني بالمطلق وكذا، فيعني بين سوريا حتى كنت بالإمارات وكذا قضينا شي 10 أيام عم بيقولوا لي إبراهيم باسم الشخصية، بعدين بعد 10 أيام رجعت أبو الحوف اللي عم بيلعب يعني شغلة غريبة. هل أنت برأيك هن صناع العمل الدرامي بشكل عام اللي أطروك بهذا، اللي حطوك بهذا، وضعوك بهذا الإطار، ولا الجمهور بس هو حب الكاركتر وصناع العمل بشكل عام حاولوا يستفيدوا من نجاح الكاركتر مثلا اللي أنت أخذته ف اشتغلوا كملوا على موضوع الكوميديا؟ فانت هلا بشكل عام كممثل انت يعني تتميز بشكل عام بعيدا عن لون الكوميديا، بس اللون الدرامي، ادوار الشر، ادوار الخير، الادوار المركبه او المعقده، ف بس يبدو انت يمكن يعني شخصيه ابو الحروف اللي هي حببت الناس بكاركترك الكوميدي ممكن اكثر من غيره. في هذا المسلسل يعني ضرب بالشارع بطريقه عن جد يعني غريبه مستغربه، حبوه كثير. فبعد يعني خلينا نكون واقعيين ما صار اعمال
كوميدي إنجازات كوميدية بمعنى المنجز العمل الكوميدي اللي كسر الدنيا باستثناءات يعني صارت ضايعة مع بقول لا صارت مجموعة من بقعة ضوء أوكي ما كنت أنا بيبقى. فالأعمال الكوميدية بسوريا آخر 15 سنة خلينا نقول إني معدودين على 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 الأصابع صحيح. فلما علم هذا أيام الدراسة بشخصية أبو الحروب الناس شالتني بهذا الاسم وحبت هذا الاسم وصناع نفسهم صاروا كمان إني يستغلوا هذا الاسم. هلا ما في حدا غلط وما في حدا شرير بس أنا برأيي إني قلة الأعمال الكوميدية اللي نجحت بآخر 15 سنة أو تكاد تكون نادرة خلت يعني كثير أشخاص تتثبت يعني يثبت عليها هذا الاسم تبع الكاركتر بالضبط يعني. بالضبط بالضبط ومثل ما تفضلت بالضبط نحن يعني أنا بشوف كمان نحن يعني صناع الدراما السورية نحن مقصرين كثير بحق الكوميديا مو مثل بداية يعني نهاية التسعينات وبداية الألفينات مثلا كان في الأعمال الكوميدية يعني توازي الأعمال الدرامية من حيث الكم بس مثل ما تفضلت يعني سواء أيام الدراسة بأجزاء ولا مثلا ضيعة ضايعة ولا الخربة ولا الواق واق فهن أعمال معدودين على الأصابع بالضبط بالضبط فبالتالي والناس دائما يعني تحتاج إلى الكوميديا يعني وتتلقى الكوميديا بشكل أفضل بكثير. يعني إحنا ما زلنا عم نقاتل كل سنة لحتى يطلع منجز سوري كوميدي وفين الممثلين الكوميديين ولا أحكي عن حالي يعني أنا عن غير أنا كلهم يعني جديرين انه يعملوا كوميديا الحقيقه وهذا حكي مو مني يعني من الشارع ولكن للان لا ما عم يركب مسلسل كوميدي بشكل جيد عم نقاتل على القصه وبعتقد عم يقاتل على القصه اعتقد وعندي احساس انه السنه الجاي راح يكون في اكثر من عمل كوميدي سوري والله نحن بنتمنى يعني انا اعتقد الشعب السوري بشكل عام كشعب او حتى العربي فهن ملوا شوي من الدراما الصحيح هي واقعنا الدراما بس ممكن هن محتاجين كمان طاقه تانية نفسه عنا اللي مصريين متميزين فيها صراحه على الموضوع التقديم الكوميدي الاعمال الكوميديه فهي مصر بشكل عام متميزه فيها. خلينا ننتقل شوي بعيدا شوف مشكلتك لا عفوا تفضل لا تفضل تفضل المشكله بتكمن براس المال دائما يعني انا معروف بلقاء انا قليل اللقاءات مثل ما بتعرف بس انتم حبايب قلبي يعني وبتشرف سعد لي قلبك لاني مثل ما بيقولوا بحكي بشكل واضح وصريح يعني المشكله دائما تكمن بالمنتج صاحب المال الذي ينتج هذا العمل. السوريين من ناحيه انتاج مسلسلات كوميديه ما عم بيلاقوا منتج يتبنى هذا العمل وبالتالي هو محكوم بدائره تسويق العلاقة بمحطات يمكن تشتري الكوميدي السوري أو لا تشتري فلازم تنهي مجموعة هاي المفردات كلها لحتى ينعرض عمل سوري كوميدي. عرفت علي كيف يعني مسألة معقدة مش سهلة. هل هذا الشيء يعني يعني أنت برأيك هذا الشيء أستاذ مازن من بعد طبعا 2011 وبعد يعني الأحداث فموضوع قلة شركات الإنتاج أو مثل ما بيقولوا تشتت الطاقم العمل صناع الدراما فممكن هذا الشيء يعني خصص شوي موضوع الدراما السورية مثلا بالأشياء التجارية أنه خلاص خلينا نشتغل بيئة شامية لأنه البيئة الشامية بياعة مثلا أو نشتغل مثلا هذا مو ذنب على فكرة أو سر هو مو ذنب أو سر يعني أنا مثلا من الناس من الممثلين اللي بقيت 4 سنين ما اشتغلت فيه بعد الأزمة بعد 2011 فالمسألة بالتسويق مين بده يشتري المنتجين الكبار رحلوا من سوريا أو توقفوا وانحكمت بقصة محطات معينة بتشتري أو ما بتشتري وظلت فترة كبيرة الدراما السورية لا تشتري ثم أنا برأيي فرضت نفسها لأنه لا يمكن أن يكون في دراما دون دراما سورية لا يمكن أن يكون في دراما عربية دون دراما دون دراما بالضبط بالضبط لا طبعا فرضت نفسها وشوي شوي راح تفرض نفسها وانا شامي او ما شامي مثل ما تفضل طبعا اذا طلبت المحطه شامي بدهم ياخذوا شامي ان شاء الله. هلا السنه في خطوات يعني مختلفه وفي هيك قفزات لانه عادوا المنتجين ينجوا بسوريا او غير سوريا بس المنتجين السوريين عم بيعملوا منتج سوري بغض النظر عن راينا فيه. هلا انا اللي شفته استاذ مازن انه طبعا حاولوا بطرق شتى مثلا تقديم سواء الدراما المشتركه ممكن او بعدين انتقلنا لخطوه فرضا للدراما التركي المعرب او بس رجعنا لخطوه الاساس انه لا هو المنتج الصح مثل ما نحن تميزنا بالدراما السوريه لانها سوريه مثل ما هلأ ما تفضلت بهذا الموسم فعلا في أعمال كتير حلوة وأعمال جدا ناجحة وإلى قيمة كبيرة يعني
فممكن رجعوا للخطوة الصح أنه لا، أنه نحن أوكي جربنا ممكن تسويقيا أنه بنقدر نسوق ونبيع، بس لقوا لسه أنه لا خلص نحن في لسه طلب جماهيري على الدراما السورية اللي كانت دراما سورية مثل ما نحن عهدناها من قبل من 15 سنة وأكثر. فممكن هذا يعني لا شك، بس دائما بنرجع للذي من يحكم العملية الإنتاجية كلها، يعني هي رأس المال. طالما انه رجع في منتجين سوريين ويقاتلون من اجل هاي فبترجع. هذا اللي حدث السنه، والموضوع الثاني يعني تحكي عن الحاجه للدراما السوريه الصرف، يعني كمان انا يعني يبدو انه يعني انه كمان بلش في ادراك لهي القصه، انه الناس بالوطن العربي او بسوريا او ببلاد الشام أو بالشرق الأوسط بالعموم بيتمتعوا بالدراما السورية الصرف لحالها، فبدأت تعود. وأنا يعني متفائل جدا بقصة عودتها حقيقة، لأنه يبدو أنه هي الأكثر ألقا أو الأكثر يعني خلينا نقول أكثر وجدانية أو أكثر جدية أو أكثر تصديقا من الناس، يعني التركيبات ذات العربي المشترك أو دائما قد ما حاول نحاول تكون هيك سلسة أو عفوية، لا تستطيع أنك تعمل عفوية يعني صحيح. لبناني مع عماني وسوري، يعني المصداقية الناس بتحبها وبتشوفها، والمشاهد دائما ذكي وبآمن فيه بطريقة كبيرة يعني حقيقة. استاذ متابعة بالضبط، متابعة يعني على موضوع الدراما المشتركة، طبعا هو القصص حلوة، بس الفكرة انه المشاهد ممكن يعني يتقبل فرضا عمل، انا برأيي الشخصي طبعا وانا اتحمل هذا الرأي، انه مثلا بتقبل انه اوكي كموقف او بقالب معين ضمن حبكة معينة وسيناريو معين انه مثلا عمل مشترك، بس مو صار في منافسة سنوية بكذا عمل. يعني بالنهاية كمان مثل ما تفضلت المشاهد ذكي بالنهاية بيقولك انه طيب يعني كل المواقف اللي عم تصير الحياتية ودرامية فهي نحن عم نحطها بقالب مشترك دائما. ف يعني إن شاء الله نحن بنأمل طبعا، ومع احترامي للممثلين طبعا، أنا مع احترام الممثلين اللبنانيين أو العراقيين أو المصريين وكلهم أساتذة، بس لا شك إن كلهم في أساتذة كبار. نحن عم نحكي عن بالضبط يعني هي موضة وتجريب، يعني من حق المنتجين يجربوا أو المحطات جربوا هيك قصة وبعدها موجودة. شوف هي الدراما اللبنانية السورية تكررت، شوف ليش؟ لأنه نحن عم نحكي عن شيء اسمه وجداني أو حقيقي. ففي طابع حقيقي بين السوريين واللبنانيين، يعني نتيجة الأزمة عندنا سافروا عند اللبنانيين، صحيح. صار في حارات كاملة فعلا فيها سوريين ولبنانيين، وصار في احتكاك وتتحاور وتصالح ومتصالح وهكذا. فهذا الجانب حقيقي على فكرة، فالحقيقي دائما بيوصل سواء كان مشترك أو غير مشترك، بس الناس عندنا دائما بتحن لل يعني للدراما ما قبل الأزمة، صح التعبير، الدراما الوجدانية. بالضبط. لا حاتم علي الله يرحمه، الله يرحمه كبيرة، لا 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 هذيك المسلسلات. ولكن احنا شئنا ما بين، انا برايي صديقي انه القصة مو بس انه الدراما، مو انه تراجعت الدراما او لانه نتيجة حرب صار في منتجين او راحوا، لا كمان اخر 15 سنة نشطت السوشيال ميديا بطريقة فظيعة، صار في شيء يعني صار في انفجار تحول خطير من نوعه باتجاه سوشيال ميديا، فاحترنا بشكل التلقي وماذا يحب الناس وماذا تحب ومين الفئات اللي بدها تقعد على التلفزيون، وكثرة الفئات اللي قاعدة على السوشيال ميديا التي تحب، التي يعني بتفضل إيقاع أسرع، بتفضل نوع أسرع، بالضبط. بتفضل شكل أسرع، فكثرة الأسئلة حول ماذا يريد الجمهور وماذا بيحب الجمهور وشو اللي بيساوي. بالضبط. ومثل ما قلت يعني نحن بنحن طبعا مثلا للأعمال اللي القديمة، أعمال حاتم علي وغيرهم الأساتذة الكبار طبعا، بس أنت نفسهم إذا بتقدم لهم بنفس الخلطة بنفس المكونات وبنفس الطريقة حاليا، لأنه نفسية الناس أنا برأيي نفسية المشاهدين والنضج تبعهم تغير سواء للأسوأ ولا يعني للأحسن، ما بعرف الموضوع، بس نفسهم قدم لهم. أنا بتذكر في تجربة من سنة أو من سنتين للأستاذ باسم سلكة اللي هي على قيد الحب، يمكن إيه فعلا أنا برأيي الشخصي إنه شفتها هي فعلا قريبة من هذا، يعني من هذاك العصر، من عصر نحن من ذكرياتنا بالنوستالجي تبعنا،
بس في عالم كتير ما تقبلت هذا الشيء، خلاص نحن تعودنا على لا ما انا هرجع بقول لك يعني نحن دائما عم نسعى نقول اعملوا لنا اعمال مثل القديمه، واذا بنعمل اعمال مثل القديمه لا اعتقد هلا للاسف انه الاعمال اللي مثل القديمه ما محقق اعداد مشاهدات كبيره، مع انه الجمهور للاسف طالب يعني لا للاسف المزاج والاستمزاج تغير يعني للاسف تغير بالضبط. وهن مثل ما قلت السوشيال ميديا، موضوع الرتم السريع، تقبل العالم، الروح المطاطية تبعهم تغيرت. أنا عم شوف، وهو يمكن نضج يبدو نضج المشاهد اللي هو عم بيتابع كتير، موضوع النقد، عملية النقد عنده صارت أعلى وأحد صراحة يعني أحد أحيانا بشكل سيء كتير يعني أحيانا صار في مهاجمة وموضوع جمهور بيشيل ناس وبيتسقط ناس بالضبط. وصار في حتى موضوع سوشيال ميديا، موضوع مثل ما بتعرف اللجان الإلكترونية، موضوع محاربة عمل ما أو تسويق لعمل ما ممكن ما يكون يستحق العمل. بس للأسف هو يعني هو مو بس الأزمة اللي مرت علينا، كمان التغير التكنولوجي مثل ما بيقولوا اللي كمان هو مر بنفس وقت الأزمة اللي مرت علينا 100%. خلينا شوي عم بحكي امبارح مع تفضل تفضل نقطة صغيرة بدي استعير من كنت عم بحكي مع استاذ كبير امبارح يعني استاذ كبير بالدراما السوريه والمشتركه كبير صديق يعني. حكى لي جمله كتير حلوه انه الدراما السوريه الان او يعني نصوص الدراما السوريه حاليا بحاجه الى الحكمه، لازم نفكر فيها اكثر انه ماذا يريد السوري، بحاجه الى حكمه مشان يعني نرتقي بـ 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 بالناس بعد كل هذا يعني الدمار اللي حدث في السوري. صحيح بكسر، انا عجبتني كثير هاي القصه يعني هاي المقوله اللي قالها الاستاذ، لانه انا برايي ممكن يعني استاذ اللي هو الكوميديا، انا برايي انا بحاجه، لانه موضوع الدراما مثل ما تفضلت يعني بعيدا عن انه هي كمان مرآه نقل الواقع، فكمان إلى دور تثقيفي إلى حد ما برأيي أنا، إلى دور تثقيفي كمان. فللأسف اللي مرق يعني على هالبلد مثلا هو بشع كتير، فنحن عم نحاول ننقل هذا الشيء بس ما في دور تثقيفي، يعني أنت ما عم تشوف الدور التثقيفي بالموضوع. شكرا نحن ملتقين كتير عشان ما نلف وندور. احنا يعني شوف هي الدراما باختصار، أنا لو أني هيك عبدو أني رح نظر شوي الدراما أو الفن بحد ذاته هو يعني له هدفين، المتعة والفائدة والارتقاء بالناس بذائقة الناس وبسوية الناس، هي مهمة الفن عبر التاريخ. والفن بين قوسين إذا تعتقد أنه هو فن، ونزلت لعند الرعاع فيه مع احترامي لك الناس، إذا نزلت لعند الرعاع فحكما رح ينتشر، فأنت ما مهمتك نزل للرعاة، أنت مهمت تعيد صياغة الحياة وتعيد صياغة الأفعال الحياتية بفكرة سامية ترتقي بالمشاهد وبنفس تبتعه. هاي مهمة الفن منذ أن كتب أرسطو فن الشعر، هذا صحيح. هذا يعني مطلوب بالضبط أستاذ مازن، هو أنا كثير حابب هاي النقطة، فأنا كثير عم يعني عم بكمل فيها، لأنه منرجع لمشكلة السوشيال ميديا. يمكن أنا مع كل ضيف حكيتها، لأنه السوشيال ميديا كمان يعني مثل ما انتشر مثل ما بتعرف حضرتك، يعني كمان بيأثر كثير بموضوع التثقيفي أو يعني التأثير على الأجيال بشكل عام. فيعني كنا نحن نستلهم قيمنا مثلا، نستلهم عبر حلوة من الدراما السورية قبل ما ننفتح هاي الفتحة الكبيرة تبع السوشيال ميديا اللي صارت صوت الدراما خف بكتير من صوت السوشيال ميديا. يعني الأشخاص المؤثرين على السوشيال ميديا صوتهم أعلى بكتير، فالدراما حاليا هي عم تنقل الواقع. بس أنا برأيي يعني دورها هلأ حاليا بهاي المرحلة الحرجة مثل ما يقول المفصلية، إنه هي تحاول تثقف العالم، تحاول تغير شوي، ولو تعرض المشكلة بس كمان بنفس الوقت لازم تقدم حلول، يعني لازم تعطيك إنه ممكن نحل. عموما هو حديث يطول. أنا عطش السوشيال ميديا ممكن تحل، ما فهمت أستاذ عن طريق ممكن تدلي
هلا راح صوتك شوية، قصدك انه السوشيال ميديا ممكن تحل القصة صح؟ لا انا قصدي، لا انا بالعكس، انا قصدي السوشيال ميديا باعتبار يعني لا يوجد اي رقابه عليها، اي مؤثر ممكن بيطلع باي فكر محدد خلص بينشر افكاره اللي هن مثلا نحن او اطفالنا او الاجيال الجايه هن عم يتاثروا فيه، فصار صوتهم اعلى من صوت الدراما، فصارت نظرتهم يعني اذا بدك تقدم لهم شيء فعلا تثقيفي ف بياخذ بنظره يعني بينظروا له بنظره سخيفه ممل، نحن بنحب نشوف فلان عم يرقص او فلان عم يعمل تحدي مع فلان احسن من انه نشوف مثلا حبكه سيناريو. شوف يعني التكنولوجيا هي بسباق مع يعني نحن دائما بنحط التكنولوجيا وكأنها هي يعني بعداوة مع الفكر. بعتقد انه بس شعوبنا او منطقتنا لا تدرك هي الثانية. هلا الآلة الثانية هي انا حاسسها ايجابية وانا دائما بحب انظر للإيجابية، انه هاي المنصات اللي عم تصير على السوشيال ميديا عم تعرض مكثفة تصير بإيقاع عالي بأفكار خاصة و يعني ومنتقات يمكن هي الحل. أما باقي اللي يحدث فنحن لازم نوعي أطفالنا وأطفالنا يوعوا أطفالهم لحتى يعني عن جد لحتى نهرب من موجة السوشيال ميديا. هاي موجة السوشيال ميديا والثقافة لن تنتهي أبدا، لأن هي بدها كمان بالضبط. أمم متحضرة العفو يعني بالضبط، بدها خلفية متحضرة، بدها مدارس متحضرة، بدها إعداد لتربية ناس متحضرة لحتى تميز والوقت بالضبط ما بدي شوفه والوقت اللي طلعت فيه حتى بالضبط الوقت اللي طلعت فيه نحن بصراعات وحروب يعني الوقت اللي طلعت فيه السوشيال ميديا نحن اوريدي او يعني نحن متدمرين حرفيا بصراعات بتراجع عم الدمر بالضبط. خلينا ننتقل شوي عليه من نفسه ومن اولاده يعني بالضبط اذا عنده اولاد وهو إذا يعني إن شاء الله. أستاذ خلينا ننتقل شوي لنشوف أنت إلك تجارب أنا بالدبلجة صحيح؟ بالدبلاج إيه بس قليل يعني، بس أنا يعني عامل كم شغلة دبلاج هيك مشهورين في مثل الخال اللي بوادي الذئاب هذا انتشر كثير يعني بالضبط أمره تحت جسر الرئيس لاي صوتي هيك طالع بالأكشاك وكذا يعني أنا بس قليل أنا لا تهويني كثير حياة الدبلاج بالضبط. هل لأنه مثلا المدبلجين أو ممثلين الدبلجة التعليق الصوتي لأنه مظلومين برأيك إنن على المستوى المادي وعلى المستوى الفني بشكل عام مظلومين برأيك؟ هلا المسألة نسبية طبعا يعني هن انظلموا بنفس الوقت كان حل جيد لأنه نحن لأنه الدراما السورية أو يعني الإنتاج التلفزيوني توقف بشكل كبير بعد 2011 فكان قصة الدبلاج هي حل يعني كهدية إجا للناس فيعني ما مهم إذا انظلم أو ما انظلمه اللي بيدور أو بيأخذ أو بيكون له جدير أو بتصح له فرصة وبيرجع بيصير من الدوبلاج بيمثل. أنا ما بشوفهم شغلتين منفصلتين يعني بالضبط الفنان فنان بغض النظر وراء يعني وراء الكاميرا أو بالضبط صوت أو صورة. طيب يعني خلال خبرتك بالوسط الفني وانا هو ما بعرف استاذ انت طبعا انت خريج لبنان صح وانك خريج سوريا ف الموضوع الاستحقاق او الموهبه يعني موضوع بمعنى خاصه بوسطنا العربي صراحه يعني موضوع هل العلاقات هي صوتها اقوى هل العلاقات هي اكثر ام هي الموهبه بشكل عام ام الاثنين إيه ممكن أغني بس أسأل هذا السؤال بده غني إيه تفضل والله شوف 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 أنا هي بدي أحكيها أو ما أول مرة بحكي تفضل. هذا الفن بالمنطقة العربية أو غير المنطقة العربية أنا بيعنيني إنه بمنطقة يعني أنت قد تختار يعني عندك طريقين تختارهم في طريق صعب وطريق سهل صحيح هو إنك تعتمد على موهبتك وثقافتك ودراستك وتراكم خبرتك لكي تصل. والموضوع الثاني إنك تشيل هدول وتعتمد على علاقاتك وعلى يعني من تعرف لك تعرف وكذا لحتى توصل. هلأ برأيي أنا الطريقة اللي سميناه يعني الأصعب الاجتهاد أجدد. إيه لأنه هداك يعني حكما أدمى طول مرحي يعني
يعني اذا واحد فات بالواسطه ومثل او ما راح يعيش جماهيريا اول مره ثاني مره ثالث مره ما بيعيش بتلفظه الناس وقال هو بيستغرب ليش قعد يعني بالبيت. انا خياري وهذا معروف عني حياتي ما اكون عم بدعي هو الطريق الصعب يعني اللي ما زال ما انتهى يعني هو وعر وصعب جدا يعني لا اؤمن جدا بمساله العلاقات ابدا رغم وجودها انا بقاومها يعني انا بقاومها حتى لو هي موجوده تصدق او لا تصدق انا بعرف بالباك جراوند بحياتي بعقلي انه العلاقات بس انا شخصيا مقاومه ويمكن هذا سبب عدم ظهوري الكثيف على الشاشه ومثل ما تفضلت يعني هن ما راح يعني ممكن الاثنين سواء اذا الواحد يعني متمكن من الاثنين هو عنده موهبه ومجتهد وكذا وبنفس الوقت عنده علاقات الخارق اللي متمكن من الاثنين نياله بالضبط وعنده علاقات فهو هذا بيوصل اما مثل ما تفضلت لو انفرض ممثل مثلا علينا جماهير يعني بحكم العلاقات بس هو ما رح يعيش انا يعني بذاكرة المشاهد العربي ما رح يعيش لا بالضبط وبتصير حتى يعني الناس بتحاربه ممثلين كيف بتعيش يا صرفين احنا انا او غيري او كتار منه احيانا بمرق سنتين ثلاثة ما بنطلع او سنة ما بنطلع مين بيشيلك الناس بتشيلك بتقلك وينك انا او غيري العفو يعني اللي عامل بصمة مع الناس بتشيله وبتخليه يضل موجود حتى لو الواسطة بين قوسين ما خلته يشتغل يعني بده يرجع بالضبط انتقل شوية على المسرح أستاذ مازن إذا بنحكي شوية عن المسرح بحياة الفنان مازن عباس وين المسرح بحياتك أستاذ مازن؟ والله أنا رجل يعني كنت أدعى المسرح وعلى سيرة يعني الواسطات او العلاقات كذا انا يعني طلعت من المسرح الفخر والمسرح علمني يعني وعندي تجارب كبيره الحمد لله بالمسرح وعلى ما اعتقد انه غيئت جيدا بشكل المسرح وطلعت على التلفزيون لاني حاجه من المسرح يعني وهذا كله يعني كان لي الحظ اني اشتغل مع يعني مسارح مهمه بالعالم اشتغلت مع مسرح الشمس الفرنسي مع تياتر دوستولي لمدة 3 سنين تقريباً أول ما تخرجت من لبنان اشتغلت مع مسرح فاسيل اشتغلت مع أساتذة كبار بالمسرح كان آخرهم الأستاذ أيمن زيدان بمسرحية 3 حكايات فأنا تكونت وملعبي وبشعر بنفسي وما بقلق وبحب حالي جداً فقط بالمسرح لهي اللحظة طبعاً بس برأيك هل المسرح أستاذ مازن عم يحتضر او يعني عم بلفظ انفاسه الاخيره ببلادنا العربيه بين قوسين بعيدا عن العالم يعني المشاهد لا. يعني الجمهور بشكل عام هل المقوله عم تنتشر كثير بمعنى انه المسرح يحتضر او المسرح وين المسرح العامي عندي رد انا كثير بسيط انه نحن ولا مره عملنا مسرحيه بقلب دمشق الا ما كانت صالي كومبلي حلو كيف يحتضر المسرح يعني انت اذا بتعمل مسرحيه بتكون الصاله كل يوم كومبلي يعني انت بدك تفرضها على الناس هي مثل السوشيال ميديا انه المسرح يحتضر المسرح لا يحتضر والمسرح هي المهنه لشيء يدعى التمثيل فلا يمكن انك يعني تقتل المصدر النبع يعني اذا جف النبع فحكما راح تنتهي كباقي الاشياء المسرح بالضبط والمسرح هو ابو الفنون بالضبط وممكن لانه صوت هو اللي بيعلم يعني هو اللي بيفيدنا معهد عالي الفنون المسرحيه بسوريا صحيح. المعهد اللي درست فيه بلبنان باقي المعاهد هي تعلم المسرح فاذا نفد هذا النبع او نفد محبينه بتوقف كل عمليه التمثيل حقيقه شو ما زال في ناس بيدافعوا عنا ولو بشكل شخصي يعني ولو بدون ماديات كذا في احيانا متعه للروح يعني واحساس بالحضور بتعمل مسرحيه للشهر الجاي خلاص ان شاء الله بنحضرها انا بشكل شخصي انا يعني انا بلشت على خشبه مسرح كمان يعني انا بلشت كممثل مسرحي كمان فانا يعني انا الي عشق للمسرح بس هو ممكن التفسير هو ما عم يحتضر بس هو صوت الكاميرا علي صار اعلى من صوت المسرح بالضبط وما في حدا يضل على فكره بس رح يضل المسرح موجود بالضبط بس ممكن يبدو هن بآخر كم سنة شوي يعني الوضع العام بسبب اللي صار ممكن هو شوي ضايق بس مثل ما تفضلت المسرح لساته شغال وفي أساتذة كثير عم تشتغل ما زال في تجارب بدمشق وببيروت وبعمان وبكذا في تجارب فظيعة وما زالت في مهرجانات وفي كذا يعني بالضبط
طيب انت خلينا ننتقل شوي على لوكيشنات، نروح شوي للوكيشنات نشوف تحضيرك للادوار كيف. استاذ مازن، تتعامل انت مع يعني مع مدرب تمثيل مثلا او مع معد نفسي اذا احتاج الدور الى هيك، ولا بشكل عام اعتمادك اكثر على يعني على فينا نقول على على موهبتك انت، على دراساتك انت يعني طبعا اكيد بالتعامل مع المخرج يعني؟ هلا انا من حيث المبدا يعني بصنع ادواري يبدو بالقلق، يعني انا بقلق كثير وبخاف كثير وتوتر كثير، يعني اول مشهد وثاني مشهد وثالث مشهد. ف وتهيئ الكاركتر اللي هي يعني انا دائما بقول انه ما في ابجديه ليكون الواحد ممثل، ما في واحد اثنين ثلاثه، في بتبدا صعبه بالدور ضمن هاي الحكايه، بعدين صحيح. بتبلش تتبنى، ما بتبناها كمان بالمعنى المرضي للقصه كمان، انا ما بحبه هذا بمعنى انك تشوف تفاصيله، تشوف كيف يمشي، تشوف كيف بيحكي، تشوف كيف كذا. وطبعا انا اعتقد انه الموهبه هي بتغطي كل هدول الاصناف وبتدمجهم مع بعضهم، يعني انت لا تشعر انك انت والله هلا انت بدك تشوف صوته للشخصيه او بدك تشوف مشيته، اذا كنت انت عارف او عندك خبره او موهوب ولا ندعي ذلك، يعني ان كلهم هيك بيندمجوا بشيء اسمه موهبه بتلقى. هلا انا ما عندي مانع اسال اي شخص انه هل هيك حلو ام لا، وبعتمد كثير على ممثلين زملائي، طبعا اذا كان اللي معي هني اصدقاء، يعني إذا كان مثلاً أنا الأستاذ عابد فهد معي أو الأستاذ جمال العلي معي أو أندريس كاف أو كذا، وإني أصدقاء وحبايب أو أي حدا، ما عندي يعني ما بتوانى أن يسألوا أنه هيك حلو أو ما حلو حتى تتعطر شخصي. أما إذا كان داعي لدكتور نفسي، إذا كان في شيء ممكن أسأل طبعاً، ممكن صارت معي أسأل بعض السقوط يعني صحيح. اضطريت أسأل بعض السقوط لأنه هو كان بيتخيل شخص كل الوقت اللي ساويناه بال 2010، ففعلا سأل الدكتور وقتها انه كيف ممكن ان تكون ردة فعل يعني عنده مرض بيكون اوكي او هو يعني هذا المسلسل بعض السقوط. والله اعتقد انه انا شايف اول حلقة منه صراحة، شفت اول حلقة منه بس بحكم الوقت يمكن الاستاذ سامر برقاوي مخرج تاج حاليا. بالضبط الاستاذ سامر برقاوي بالضبط. خلينا بالضبط. هلا يعني هلا مثل ما بنعرف الممثل هو مخزون عاطفي ومخزون خبراتي مثلا، فانت مثل ما تفضلت بتسال مثلا زملائك من الفنانين ممكن تكتسب من خبراتهم العاطفيه او الحياتيه بشكل عام، يعني مثل ما تفضلت هي اعتماد بشكل عام على موهبه. وانت كيف بتشوف وانت كممثل يعني مطالب انه هو يخزن معارف من الاخرين، ما شرط يعني مثل ما بيقول بيكون من تجاربه الشخصيه، فلهيك فالموهبه من الاخرين شو بيقرا شو بيسمع، لابد انه يعني في شغله لا يكون زيحه، هي يعني لازم يكون مثقف وعارف وقاري ومحتك بالحياه، كل هي تتجسد بشخصيات ببساطه يعني. صحيح. استاذ مازن، ننتقل شوي يعني انت كفنان ووصل لك ما شاء الله عندك تاريخ طويل بالوسط الفني، يعني نبتعد شوي عن العلاقات الشخصية الموجودة كمثلا تكوين عائلة بالوسط الفني، هل شيء صعب برأيك انك انت تحافظ على مثلا على خصوصيتك مثلا على علاقاتك الشخصية مثلا مساحتك الخاصة، هل هو صعب مثلا بحكم فترة عندك اوقات تصوير طويلة، عندك سفر طويل مثلا؟ فهمتك. هلا هذا بيكون احيانا عائق عند بعض الناس، انا الحمد لله ما عندي هذا العائق لانه يعني عندي علاقة يعني ناضجة وتستوعب. هلا في ما بتستوعب نتيجة انه سفرنا الكثير طول الشغل كذا، قد يكون الطرف الاخر ما عم يفهمها كذا، طبعا يعني في كثير زملاء بيعانوا من الموضوع. الحمد لله انا ما بعاني من هذا الموضوع لانه في يعني في تفاهم واتفاق. بس هو الحقيقه انه فعلا شكل حياتنا مختلف لانه ما محكومه بترتيب ولا بمواعيد ولا كذا، بسفر وأداء وكذا، فلابد فالاشخاص اللي حواليك دائما بيكونوا يعني
تتعبهم يعني بتحطهم هيك بريسك كل الوقت. وانت بشكل عام بتكون انت عندك يعني وحده نوعا ما، حتى انت غريب حتى يعني انا يعني الفنان نفسه هو بيعاني من هذا الشيء، من مثلا لانه هو بعيد عن اهله مثل ما تفضلت، هو ما عنده وقت وما انه موظف بيروح من الساعه 8 لل 4 مثلا وبيرجع على بيته، ممكن يغيب بالاشهر ممكن اكيد اكيد ممكن يغيب بالاشهر وبعدين يقعد كمان شهر ورا بعض، هذا كمان بيعمل يعني هيك كركبة نفسية يعني صح التعبير بالضبط بفعاله بكذا، هو ما هو طبيعي شوي يعني، مشان هيك بيقولوا الفنان مجنون شوي، مو ولا كثير عشان ما نخوف العالم شوي هلا هو صراحة في 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 دراسة بتقول هي الخلايا المسؤولة، ما بعرف إذا هي صحيحة، أنا بتذكر قريها من زمان إنه الفنان أو هو بالأحرى الخلايا المسؤولة عن الإبداع والموهبة هي نفس الخلايا اللي بتسبب الأمراض النفسية، عرفت؟ هي بتشتغل نفس الخلايا ايه بالضبط ضيع المعلومه هي فهو الفن بالضبط، فهي موضوع الخلايا اللي بالمخ هي اللي بتوصل لمرحله الابداع، هي نفسها اللي بتوصل لمرحله المرض النفسي، فهو مثل بيقولوا شعره بينات الفنان وهي بالضبط. استاذ مازن وينك انت من السوشيال ميديا حاليا؟ والله انا يعني اعتبر نفسي مو كسول كثير على السوشيال ميديا، عندي حساب ضخم على الانستغرام، حساب ضخم على الفيسبوك، وعندي حساب كبير كمان على التيك توك، بس لا انا يعني اذا ما يعني انا في هلا فنانين كثار بيقولوا انا بعيد عن السوشيال ميديا، اعتقد انه اذا كنت بعيد عن السوشيال ميديا راح تكون يعني منفصل عن الواقع، صار كله سوشيال ميديا، خصوصا انا يعني انا كمازن عباس دائما بقول انه انا اللي بتشيلني ما بيشيلني الوسط الفني او منتج معين او مخرج معين او يعني مؤسسة انتاجية معينة، ما يشيلني وبيقدرني ان الناس، فلا يمكن ان اكون انا بعيد عن الناس، فانا حتى التاتش تبع المدح مثلا او حتى الذم احيانا اللي على السوشيال ميديا ان بيعنوا لي وهن اللي بيخلوني استمر بكل صراحة، فانا لا استطيع ان يكون يعني بعيد عن الناس. يا سيدي فعلا، وانت استاذ مازن فعلا لك محبة بالناس، وانا يعني انا متابع كمان صفحاتك صراحة، انا ما بشوف في تعليقات سلبية، ما شاء الله عندك حضور وتقبل جماهيري كبير صراحة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد يعني ايه بيقولوا لي بغاروا مني، بيقولوا لي ما حدا بيسبك، لا هيك بيضل في ناس يعني ممكن على سبيل المثال بيضل حدا، بس انا بيقولوا لي هذا انت مو اول صحفي بتقول لي يعني انه انت محبوب على السوشيال ميديا من الناس، الحمد لله يعني انا قلت لك برجع بصر انه انا بتشيلني الناس ولا طرف بشيلني يعني ولا وسط فني شايلني. طبعا بنتمنى نحن اكيد ان شاء الله هيك تضل يعني محبتك هيك موجوده بقلوب الناس استاذ مازن. خلينا انا حابب بصراحه انه نبعد شوي، نخفف شوي هيك يعني رتم، ممكن تحكي لنا مثلا عن انت اكيد تتعرض لمواقف كتير باللوكيشنات بالاعمال، مثلا يخطر على بالك شيء موقف كوميدي مثلا صار معك او سوء تفاهم طريف مثلا باحدى اللوكيشنات مثلا او باحدى الاعمال؟ يبدو في كتير يعني دائما انا بدي اتذكر لك، بس احنا يعني كنا بنعمل كوميديا فبيصير معنا يعني في اخر مره، هلا ماني بتذكر غير اخر مره الحقيقة في مشهد العرس، هذا هو رح يبلش تصويره من 6 المساء وخلص تقريبا 6 الصبح يعني، وبينتهي مشهد العرس. انا اسف استاذ بس انقطع شوي هو شو من انه من شو انه عمل بس من انه نظرة اوكي ايه تمام، فكان في تصوير عنكم من 6 الصبح لل 6 المساء؟ لا من 6 المساء لل 6 اوكي يعني شغله مجهده جدا يعني، وهو عرس يعني يعني فنات مجميع عم ترقص وكذا ويعني ولا ما بتتخيل كمية التعب يعني اللي صارت كل الليل وكذا، وهذا وانتهى المشهد آخر شيء بأنه المطر بتنزل فهيك بيفرط العرس يعني، عرفت؟ حلو. فكبوا علينا مي فنحن ما صدقنا، قالوا كات، خلص المشهد بعد شغل 12 ساعة وراكزين على راكزين على الغرف، عرفت كيف؟ يعني ملوتين مي وراكدين يعني بس بدنا نغير من التعب كذا، فقلت بي يعني كومبارس يعني أحد الناس كومبارس واقف وكأنه يعني الساعة 10 الصبح وما في شيء أبدا، قال له لصديق لألي إنه قال له ممكن صورة أستاذ
قال له لك يا زلم الناس عم تموت ولا بدك تورة؟ فلا الناس عم تموت. أنا ضحكت كثير يعني. وهذا الزلم يعني هذا المهضوم هذا الزلم بسيط يا حرام. هو جاي بس بده يتطور يعني، ما بيعنيه نطرنا دول 10 ساعات. هو نطرنا كلنا بده يتطور. صلى الحزين 10 ساعات معكم وبالمي وبالهي مشان أخشي ياخذ هالصورة. يسعد قلبك يا أسعد. لا حبيبي يسعد قلبك. أنا صراحة الوقت فاتنا وأنا كتير بتشكر يعني وجودك معنا اليوم، فعلا كانت حلقة لطيفة وخفيفة. وأنا بأمل إن شاء الله يعني بالأيام الجاية نحن نساوي حلقات أكتر صراحة يعني نساوي أجزاء. أنا شرفتك هون من أول ما حكيتني قلت لك يعني إنه أوكي، وخصوصا إنه هيك يعني من خاطب الناس اللي بأوروبا ومن شم ريحة النمسا شوي، لأنه النمسا كمان هيك فيها هوا نظيف. من خلالكم لأنه نظام نظاف والناس يعني بسعد لقلبك. أنت أكيد منور منور النمسا ومنور فيينا حاليا، وإن شاء الله أكيد قريب إن شاء الله قريبا بنشوفك هون على أرض الواقع أستاذ مازن. كثير متشكرك، بنتمنى لك يعني أمسية سعيدة وعلى أمل لقاء بمرات أخرى. تسلم لي، وأنا استمتعت فيك وبثقافتك العالية وبحقيقة يعني وبحوارك الرشيق اللي كان ممتع، وكأنه قاعدين سوا بنفس البيت يعني. شكرا لكم وإن شاء الله ما نكون هيك غير ما عليكم. شكرا كثير لك. ولهون مشاهدينا ومستمعين مشاهدين برنامج ليالي فيينا من فيينا، نوصل هيك لحلقة نهاية حلقتنا مع ضيفنا الخفيف اللطيف الأستاذ مازن عباس، وبنلقاكم أكيد في حلقة تانية. تصبحوا على ألف خير. بودكاست.